واش واش لا فامي كما شفتوا يا خوتي هذا السطوري هذا درتو معصب ومنفعل لواحد الدرجه اك خويا بلا الاخوان راه معايا حسن هذا السيد هذا ماليه والو كنا دايرين معاه براك والله ما ليا شي حاجه انا كنت غادي لمراكش قلت غندوز الريال عندكم راه حبش بكم ما كاينش مشكل تولا كيتسب لي وهذه القضيه الاخوان ديال مراكش انتم غادي تعرفوا علاش وشنو البلانات غيوريكم سكرينات كاملين الاخوان حيت مراكش ما كناش غاديين لعيبه باش نكونوا واضحين كاين ما كاينش اخو حسن وليت كسكرينات وما ريتوش والله حتى كاينه بالله باش نكون واضحين اخوتي شنو دارت هي هاد السيده هادي بغات زعما هذاك الفيديو داك الفيديو اللي حطينا اللي حطيناه هي دوك ستوريات قالت لك احقا ماشي راجل وكذا بغات تقلب علينا حتى هي فاش كتثقل فيه وتقول له نو تجيب لي كوش نو تجيب لي اولويز نو تجيب لي كذا نو تجيب لي كذا هادشي هي كتخصو في الكرامه ديالو في الرجوله ديالو جات بغات تجي لينا حنايا وبغات تقلب علينا خفه باش تطلقوا باش ترجع مع الراجل الاول هادشي كامل كنقول لكم اخوتي ماشي غير هضره عندي لي زيبروف والادله وهذيك السيده اخوان داك السيد مسكين ضحى على قبل باه مو باش يتلاقى معاه هذا في صافي نزار اه خريا ما انا وليت مزوجه بلوبيا شوف هذاك حسن ما غنسبكش ولكن غدوز عندي الواتساب تسمع اللي ما عمرك سمعتيه نزار تعاود الدور بيا نفرع امك شتي انا كون عرفتك لوبيا وكتحسن الرجلين ما نتزوجش بيك صافي ضحكوا ضحكوا عليك بيعوك العجل ولاد السطات وكلس عليها الكلب سالينا ما بقى لا زواج الاخرى غدا المحكمه الناس كيتزوجوا برجال وانا مزوجه بقواد والله عندي نمك الكلب كيحسنوا لك الرجلين انا مره ما كنحسنش الرجلين بلا سير تحيدهم نتايا كحال هاد الهضره